السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة عيار دي زاد. ما زلنا مع الفقرة تاع العشيات، واليوم راح نجاوب على السؤال رقم 8 اللي طرحناه في المرة اللي فاتت، اللي هو كي نخدمو الجروفاج كي نخدمو فصائل الدم عليها لاجليتيناسيون في الأ والبي تكون أقوى وأوضح من الريزيس. كما نعرفو في التفاعلات اللي تصرا في الجروباج، هي اونتي كور كونتر اونتي جين، جسم مضاد مع جسم مسترد، اونتي كور مع اونتي جين. و الاونتي كور هذاك اللي هو هذا، اونتي كور تاع ال A و تاع ال B، التركيب نتاعو اي جي ام كيما هاك. هذا الـ IgM، هذا يسميوه بنتامير، بنتامير هذا خمسة، متكون من خمس تحت وحدات. الوزن الجزيئي تاع البنتامير هذا 90 ألف، 900 ألف دالتون. ولو كان نشوفو الاي جي جي الانتيكور اللي في الريزيس، اللي هو هذا، في الانسان في الحالة الطبيعية نلقاو اي جي جي كما هاك. هذا هو الاي جي جي. لونتي دي هذا الطابع نتاعو اي جي جي. الوزن تاع الاي جي جي هذا 150 ألف دالتون. كون تشوف 150 ألف، هذا متكون من وحدة من تحت الوحدة برك، وهذا الاي جي ام من خمسة. كون تشوف تضرب 150 في خمسة تمد لك تقريب 900 ألف، اللي هي هذه 800 ألف وحاجة هك. وبالتالي كي تصل لاغليتيناسيون في 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 الريزيس، يخي نلقاو نقاط صغيرة برك، تلقاها نقاط صغيرة هك. هذه النقاط هذيك ناتجة على الارتباط تاع لونتي كور مع لونتي جان اللي هو الكريات الحمراء. لونتي كور هذا اللي هو الاي جي جي، يرتبط كل اونتي كور واحد يرتبط مع 64 كرية حمراء، 64 كرية حمراء. صافي الاي جي جي هذا يلاصق فيه 64 كرية، كل اي جي جي واحد يحكم لنا 64 كرية. عليها تلقاها كشغل تبان لك قطرة صغيرة تاع دم، بصح هنايا تخيل تاع الخمسة هاذو يحكمون كل تحت وحدة يحكم حتى هو 64، 64 في خمسة. عليها تلقى القطرة هاذيك ولا تلقى الكريات الحمراء كاملين يتجمعو في منطقة وحدة، خاطر هنا يصير تعاون بين الاي جي ام هذا. تخيلها مثلا كيما واحد يخدم عنده يد واحدة، يخدم بيد واحدة، وواحد يخدم بخمس يدين، اللي يخدم بخمس يدين هو اللي تكون عنده سرعة في الخدمة هذيك. هذا هو الجواب، هذا هو الفرق بين الاي جي ام والاي جي جي، خاطر في هنايا الانتي ا والانتي بي هذوك، انتي ا وانتي بي الطبيعة تاعهم اي جي ام. والأنتي دي اي جي جي هاك تشوف فيها منها.
بص هذاك كيما الاي الانتي دي هذاك حتى هو ولا يزيدوا له حتى هو الاي جي ام، هاك تشوف فيه انتي دي اي جي جي اي جي ام، هذا الاي جي ام هذا يخدمه حتى هو هذا بالله كشغل مركب داخل صناعي ويخلطوه مع هذا باه يقويو في لاغليتيناسيون هذيك. بس هو الطبيعي اللي في الجسم تاع الانسان يكون اي جي جي، الاي جي جي هذا هو اللي يعبر الماشيمه تاع يعبر الماشيمه اللي تفصل بين الجنين والام، عليها نسالو كي عندهم ريزيس نيجاتيف يديروا لهم الحقن هذيك تاع لونتي دي. هذا هو الجواب اللي نعرفه والله اعلم، والسلام عليكم.